خالد قمر، هدف ما يجيبوش غير لعيب. ومين اللعيب؟ اكيد خالد قمر لعيب. حلوه حلوه حلوه، وبيرفض الاحتفال، بيرفض الاحتفال لانه بيسجل في مرمى فريق لعب له من قبل عشان لاجل عيون جمهور اسكندريه. بيرفض الاحتفال، والكابتن مختار بيحترم طبعا رغبه اللاعب خالد قمر لانه كان المدير الفني من قبل النادي الاتحاد السكندري. الكابتن مختار، لكن حلوه 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 العرضيه، حلوه الاستلامه، واحلى 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 التسديده. بص الكوره، بص الاستلامه، وبص التمطيعه، وبص الجول، بص الجول لصالح نادي الانتاج الحربي. بازوكا، ادي المباراه اللي ما بينهم. تفوق خالد قمر، واحده والثانيه